سوق الميلاد هو فعالية اعتادت بلدية رام الله تسويها، بلش من 3 سنين، كان الهدف منه هو تنشيط الحركة السياحية في المدينة وتشجيع الحرفيين الفلسطينيين لإبراز أعمالهم المختصة بثيمة الميلاد والأعمال الأخرى اللي هن محترفين فيها. عندنا كمان مشاركة دولية المزبوط من مدينة لبلن بولندية، وهنا إحنا كل سنة دائما نبعث على مدن التوأمة اللي مع بلدية رام الله في عندها توأمة، فبالتالي دائما نحرص إنه يكون في مشاركات دولية منها للتبادل الثقافي، هن حتى نتعرف على ثقافتهم باحتفالاتهم بالعيد الميلاد وإيش بيستعملوا بهاي الفترة، وبنفس الوقت هم كمان عشان يتعرفوا على ثقافة الشعب الفلسطيني. السوق كتير حلو، البلدية بصراحة تعبت على الموضوع، أسست أشياء حلوة جديدة، عملت ديزاينات، عملت أشياء ركزت على الأطفال إنه يجوا ينبسطوا، حطت زينة، حطت أشكال، أشياء للأطفال يجوا يلعبوا ويمرحوا، تيجي تعمل مع الناس اللي بيعرفش محلك كثير يندلع محلك، تعرض بضاعتك، إذا عندك منتجات جديدة تستغل السوق هذا اللي هو يكون فيه كتير كراود جاي، تعرض منتجاتك الجديدة اللي تدخل تعرف الناس على سوقك. أنا جاي حتى أشارك على كل المعارف. إحنا من جمعية النهضة النسائية ودور كل ألعابنا، وهن أولادنا هن بيشتغلوا الشغل هذا. الأشياء اللي بتنعمل هون خاصة بالميلاد وخاصة بأجواء الميلاد أشياء غريبة وأشياء كتير حلوة، وبشجع الناس إنه تيجي تتفرج وتشوف إنه في كمان أكشاك بس ليومين، وفي يعني فالواحد لازم يلحق ويجي يشوف يعني يتفرج. في بيعملوا أمسيات، بيعملوا أشياء للأطفال، بيجوا ناس تتفرج، بتجيب الأطفال معها، بيشتروا، بلفلفوا، بدخلوا بأجواء العيد، كل شيء تمام.